بشوية شوربة لحمة، شوربة فراخ عندك في التلاجة، كان عندك ملوخية قبلها بيوم، كنت عاملة فتة لحمة، عندك شوربة كوارع، كلنا بيكون عندنا شرب في التلاجة بنشيلها لتاني يوم نستغلها أحسن استغلال. تعالوا نعمل مع بعض النهاردة شوربة الشعرية بالحبهان اللي هو الهيل، بيسموه في الخليج الهيل، اللي هو أساس الكبسة وأساس المطبخ العربي. شعرية، حبهان، سمنة بلدي، شوية بهارات حلوين من الملح والفلفل، هتاخد شوية زعتر معايا بما إن الشعرية أنواع من البسطة معروفة، وشوربة اللحمة اللي موجودة عندنا مع بصلاية ناعمة وتومة ناعمة. هتحط لشوربة الشعرية بصلاية وتومة؟ عايز أعملها بمزاج، عايز أشرب شوية شوربة يهدوا الدنيا كده والواحد يبدأ إن هو يجهز نفسه لأي أكلة هو عايزها. معلقة سمنة حلوة، سمنة يعني بقت فيها بروتين نبات، بروتين حيواني، ده الطبيعي. معلقة صغيرة كده عشان ما تبانش على الوش. تحمر لي البصلاية، خلي بالك. ونبدأ نعمل البصلاية الناعمة كده، شفتي؟ وانت حمرت الشعرية يا شيف يا عم، اصبر على رزقك، الله يرضى عليك. شفت الجو ده كده حلو قوي، والبصلاية بتتحمر قبل ما تنشف معايا، بنزل بالحبهان وانزل بالشعرية اللطيفة بتاعتنا. هتاخد لون يا شيف طبعا، ما هيجي الوقت على البصلاية دي ميتها تنشف. الشعرية نازلة في قلب الطاسة. شفتوا؟ الشكل ده يجوع، وخاصة مع شوية رز بالشعرية، زي الفل. ونقلب، ده الجديد بقى. حلو قوي، فكرة جديدة دي والله يا شيف. ده طعمت الشعرية ببصلية ناعمة وكله يتحمر في قلب الطاسة، ومعايا الشوربة بتغلى على النار على بعد سنتيمترات من البوتاجاز. مخرجنا الجميل، واحنا بنحمر في الشعرية مش عايزك تقف في المطبخ كده تضيعي وقت على الفاضي. حلو الكلام؟ انت كمان طلعي عندك الحاجات الحلو. الشعرية بتتحمر معايا، بصي. مش سايبها انا. تحمر مع البصلايه، هو ده الخبره الطهويه. شفت الشعريه بتاخد لون ازاي؟ استوت الشعريه، التحميره دي مع البصلايه استوت. شفتي؟ نجيب اللي تحت فوق واللي فوق تحت. ما تحمرهاش بزيت بقى عشان الزيت هيبان على الوش، يبقى شكلنا وحش على السفر. ازاي اعمل شوربه شعريه ما يكونش على الوش سمنه ولا زيت ولا الحاجات اللي بنشوفها دي خالص؟ وتعمل لنا مشاكل بقى. استنى عليها شوية. مخرجنا حبيبنا، والله العظيم معانا مخرج شاطر عايز يطلع الصورة. بص يعني أنا بنفذ له كل اللي هو عايزه. الشرب الشعرية خلاص أهي، شفت الشعرية جاهزة؟ بص على الشعرية بالله عليك، جيب لي تفاصيل الشعرية قبل ما أحط عليها البوكيه جارنيه. بص على الشعرية وجيب لي تفاصيلها. اللهم صل على النبي، العب. هو ده، خلصت الشوربة. يا ويلي يا ويلي، زلزال. هو ده هو ده. وعملت شوربه لطيفه وجميله اهي، شوربه الشعريه بطعم الحبهان، واخده بوكيه جرنيه من الجزر والكرفس والبصل. نروق البوتاجاز بتاعنا وناخد مخرجنا الجميل يشوف ايه اللي في الفرن. ايه رايك اوريك صينيه الفرن؟ نيجي لشوربه الخضار، شوربه الشعريه بتاعتنا زي الفل اهي. الله، ايه الحلاوه دي يا عم الشيخ، ايه الجمال ده. في حاجتين بقى هنا حبيت اقولهم للاستاذ المخرج في الفاصل، قال لي عايزين نسمع الكلام ده على الهوا. الشعريه هنا سلاح ذو حدين، نقدر نعمل طاجن شعريه زي ما هو كده بسجق، طاجن شعريه بلحمه مفرومه، طاجن شعريه بالدجاج، لغايه كده تقدر تحولها لشوربه باضافه الماء المغلي. شفت المطبخ؟ يعني تقدر الشعريه اللي عندك تقعد بالشكل ده كده بقت شوربه. حلو الكلام. هي الفكره عايز اوصلها لحضراتكم، بس انك تقدر في المطبخ تكون المواهب بتاعتك متعدده. حلو، خلصت الشوربه زي بس بسيبها تاخد غلوه، بقت شوربه شعريه بالحبهان. سبتها لما تستوي تقدر تعمليها بالصنعه، تعمليها بسجق، تعمليها بلحمه مفرومه، تعمليها بالدجاج، تعمليها بالجمبري، طواجن اللي بنسمع عنها في بعض المطاعم، بالطماطم زي ما انت حابه. نعم يا غالي، تدفع كام؟ شوربه الشعريه الجميله اللي بتبكبك على النار بتناديني، ايه الحلاوه دي؟ ايه الجمال ده؟ شفت شوربه الشعريه؟ سفره
فيها تفاصيل كتيرة. طعم الحبهان في قلب الشعرية. اهو يا فندم. ايه الحلاوة دي؟ زلزال من الشعرية نازل في قلب الطبق. ايه الحلاوة دي؟ ايه الجمال ده؟ والبصلاية والتومة في قلب الشوربة. حلو قوي.